في إطار استهداف أجهزة وزارة الداخلية لجرائم الفساد الوظيفي والاستيلاء على المال العام والنصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والتهرب الضريبي، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بأسيوط لقيام عناصره بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وعلى صعيد التصدي لجرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية، نجحت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط صاحب شركة لتجارة وتوريد الأخشاب بالإسكندرية لقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية لتسهيل هروب راغب الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية، وبتفتيش مسكنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المستندات الدالة على نشاطه الإجرامي. وفي السياق ذاته تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لممارسته نشاط إجرامي في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأجنبية من خلال إنشاء شركة تجارية وهمية للتوريدات والاستيراد كستار لهذا النشاط الإجرامي، وتقديم دعوات تجارية بأسماء راغب الهجرة تخالف الحقيقة بعد انتحالهم صفة مديرين بالشركة لحضور مؤتمرات ومعارض دولية، وعقب الحصول على تأشيرات الدخول والسفر لتلك البلاد يتم تهريبهم لدول أخرى من خلال عصابات التهريب الموجودة بتلك الدول. وفي إطار جهود الإدارة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، تمكنت من ضبط أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج استغل موقعه الوظيفي واختلس 95 طن من الدقيق البلدي عهدته والمسلم إليه لصرفه للمواطنين على البطاقات التموينية وبيعه بالسوق السوداء، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. كما نجحت الإدارة في ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية الدقهلية استغل موقعهما الوظيفي بعدم تحصيل تكاليف قرارات الإزالة لعدد من الحالات الخاصة بمخالفات المباني للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية محل عملهما خلال الفترة من 2015 إلى 2019، كما تحصل على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وتم الحصول على كافة المستندات المؤيدة لذلك. على صعيد مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام الممثل القانوني لإحدى شركات الصناعات الورقية بالجيزة بإخفائه خلال فحص إقراراته الضريبية أكثر من 1.44 مليار مليون جنيه من أرباح الشركة عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.